يا مرحبا عدي ما لاحت بروق الخيام لتنفيذ جميع الشيلات في مزنة انتر ريس صحرى بهما 05-333-48 يا مرحبا باسم أم منصور أم العيال في استديوهات أفراح العروسة لتنفيذ جميع الشيلات والزفاف بالأسماء حسب الطلب للتواصل 05-333-48-021 في مزنة تم التسجيل والمساج في استديوهات أفراح العروسة لتنفيذ جميع الشيلات يا مرحبا باسم بنت حسين أم العيال 04-8-0-2-1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 -0-2
ولا حد بروق الخيال في بزنة تتروي الصحراء بهمة لها. يا مرحبا باسمي ومصور وما العيال مهرة ومن طيب أهلها طيب انفالها. يا مرحبا باسمي بنت الأصل عمين وخال ترحيبة من بنت حسين حي من جالها. رنم طرب ويرقصن يا زاهيات الدلال على لحنها وشيلتها وموالها. لعيونك يا أم منصور مبارك الاحتفال ترحيبة من أم منصور حي من جالها. بنت الحسب واللي سبع عدلو جمال وكمال طبت في حفلات ولدها واحتفت شانها. يا مرحبا باسمي أم منصور وأم العيال حرة ومن طيب أهلها طيب انفالها. يا مرحبا باسمي بنت الأصل عمين وخال ترحيبة من بنت حسين حي من جالها. غنم طرب ويرقصن يا زاهيات الدلال على لحنها وشيلتها وموالها. لعيونك يا أم منصور مبارك الاحتفال ترحيبة من أم منصور حي من جالها. بنت الحسب واللي سبع له جمال وكمال طبت في حفلات ولدها واحتفت شالها. لتوحيد جميع الشيلات. يا مرحبا باسمي أم منصور وأم العيال حرة ومن طيب أهلها طيب انفالها. يا مرحبا باسمي بنت الأصل عمين وخال ترحيبة من بنت حسين حي من جالها. يا